أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن خريجي المشروع الوطني لامع باتوا النموذج الملهم لأقرانهم من شباب المملكة والمحفزين لهم من أجل التحلي بصفات الإصرار والمثابرة وتخطي التحديات في سبيل المشاركة بجهدهم وعملهم وطاقتهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وازدهارا لمملكة البحرين في ظل رعاية فائقة من قبل جلالة الملك المعظم الذي يؤمن بالطاقات الشبابية البحرينية الواعدة وسط اهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي وضع الشباب ضمن أولويات عمل الحكومة ووجه سموه بتمكينهم في مختلف المجالات. نعم، جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد للحفل الختامي للمشروع الوطني لامع، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وممثلي الجهات الداعمة والمشاركة، بالإضافة إلى الشباب المشاركين في المشروع. خلال الحفل ألقى محمد بودواس كلمة نيابة عن المشاركين أعرب فيها عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد على مبادرة سموه بإطلاق مشروع لامع، بعدها ألقى مبارك الجودر قصيدة بهذه المناسبة. يعطيكم ألف عافية شباب على هذا الأداء المميز اللي دايماً ما نحن نشوفه منكم في الدفعات السابقة واللي قبلكم، وإحنا نعرف حتى اللي بعدكم. يعني هذه الأمانة في رقابنا، إذا إحنا نشيلها على هذه الروح بهذا الإخلاص بهذا الحب لهذا الوطن، ما في شك إن نسخر كل إمكانياتنا وكل قوتنا وكل طاقتنا لخدمة هذا البلد وهذا الملك اللي بنى هذا البلد وبنى وسخر هذه الإمكانيات لنا كلنا. فلازم نعرف ان احنا ما عندنا عذر ابدا، سواء كان مواطن البحريني او كان المسؤول، لان احنا نوفر الأرضية ونفتح الأبواب بقدر المستطاع، ولكن الجهد الباقي عليكم. انتوا اليوم اثبتوا، انتوا اليوم حطيناكم في فحوصات، يعني انا اتابعها عن كثافه وعن قرب، واعرف انه يعني اللي مريتوا فيه شيء، يعني انتوا اكتشفتوا امور ما كنتوا تعرفونها. هذه الفكره من البدايه، يوم اتذكر يوم جلست مع ايمن وقلت له البحرين فيها ناس لامعه، لكن ما اعتقد ان احنا لحد الان رايحين نقنصهم، ولحد الآن احنا مو بقادرين ان احنا نبرزهم. فكان حاسس انا بالمسؤولية ان احنا لازم علينا نبحث وثم ننمي ونسقل قدراتهم ثم نرسلهم لخدمة هذا الوطن وخدمة اسمهم وخدمة امانتهم. هذه دين لأهالينا اللي ربونا واللي تعبوا علينا واللي صرفوا علينا، عشان يوم من الأيام يشوفون ولدهم مثلكم. لما أنت ترجع إلى بيتك اليوم وقبل لا تنام لازم تفكر في شيء واحد، هل أستحق هذه النومة أو لا؟ إذا كان الجواب نعم روح، وإذا كان الجواب لا، ما أقول لكم يعني واصلوا لي باكر، لكن ضروري نومتك اليوم الثاني تكون مطمئن ومرتاح انك انت عوضت. اليوم احنا دخلنا سباق، وهذا السباق لازم احنا نكون مع المقدمه ومنافسين. يعني انا دائما عندي نظريه قبل لا ادخل اي سباق، سواء كنت شخصيا ولا عندي فريق ولا كان عندي منتخب، انا ما اروح متوقع بس الفوز، لا، انا متقبل الفوز والخساره، لكن اللي ابي اني افوز، واذا خسرت ابي اخسر بصعوبه، هذه أرتاح. أما إذا خسرت بسهولة هني أعاقب نفسي. فأنتوا اليوم ما تتوصون، أنتوا النوعية اليوم اللي إحنا نبحث عنها في قدراتكم في حل المشاكل، في قدراتكم في كيف أن أنتوا اليوم تفكرون خارج النطاق المألوف.
في قدراتكم اليوم ان كيف ان انتم تلقون الحلول، لان اليوم الصعوبات تزيد. لكن ايش اللي في يدنا اليوم؟ اللي في يدنا ان احنا نخلق هذه البطانه الصالحه اللي تشيل بعضها البعض، نرسم هذه الروح، نرسم هذه يعني البصمه اللي نبي نخليها خاصه، خاصه ابنه. ابي الناس يوم تشوف فلان وتسمع يتكلم يعرفون هناك في برنت موجود يربطنا كلنا، اللغه واحده، التفكير واحد، الهدف واحد، والشغف يكون عالي وما يكسرنا اي شيء. فالله يوفقكم ان شاء الله. مشكورين. ثم قام سموه بتكريم الشركاء الاستراتيجيين في المشروع بالإضافة إلى الداعمين للمشروع، كما كرم سموه الشباب الذين بلغوا مرحلة التحديات في المشروع الوطني لامع. بعد تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم الفائزين في المشروع الوطني لامع، وهم عبد الله كشفي من وزارة الأشغال وسوسن كاظم من بنك سيكو، مباركا سموه للفائزين ومؤكدا بأن جميع المتأهلين هم مكسب في جهات عملهم وإضافة نوعية لهيئة لامع والقطاع الشبابي ككل.